أنا اسمي خالد حسين، رئيس النادي المصري بفيينا ورجل أعمال. أنا طبعاً أول حاجة بقولها إن أنا بأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا ما ننساش الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنجازات اللي عملها، وعمل حاجات كتير لدرجة إن إحنا مش عارفين نعدها بصراحة. أكبر حاجة أنا يعني بالنسبة لي أنا فيروس سي، إن ما قضى على فيروس سي في مصر دي بالنسبة لي حاجة يعني. كنا إحنا وإحنا في فيينا بيجينا ناس كتير، أصدقائنا معظمهم كانوا بيتوفوا بفيروس سي، فدي أكبر بالنسبة لي أكبر إنجاز الرئيس عمله. الحاجة التانية إحنا ما ننساش لما كنا بيوقفون على الدائري ياخدوا مننا العربية بتاعتنا ونشتريها. الرئيس عبد الفتاح السيسي قضى على كل الإرهاب. أنا بالنسبة لي لما بنزل مصر بفتكر كلمة الرئيس اللي هو قالها، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. هي فعلا قربت تبقى قد الدنيا. أنا ما بنزل بشوف حاجات بصراحة يعني حاجات غريبة، وبقينا بنمشي في شوارع بسرعة وبنوصل بسرعة، وأنجزنا في الوقت بدل ما كنا بنروح بيوتنا تعبانين مش قادرين بننام من كتر الإرهاق والتعب في السواقة أو في المواصلات أو في أي حاجة. النهاردة الدنيا دي كلها بقت سريعة. غير كده وكده وكده حاجات كتير كتير قوي الرئيس عبد الفتاح السيسي عملها، أنا لو قعدت أعدها مش هعرف أخلصها بصراحة. إحنا معاك يا ريس في أي مكان ومن أي حتة. شكراً.